بالأجبال، أهلا أهلا بالأجبال، تحيات للأبطال، أحبابنا كيف الحال، أحبابنا كيف الحال، نكون في الميعاد، عدنا بأحلى الإنشاد للبنات والأولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ويمن وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأشبال. برنامج الأشبال برنامج رياضي ثقافي مليء بالمغامرات ومليء أيضا بالجوائز والمسابقات. نحن موجودين داخل منتزه بري العائلي، ملتقى العائلات الراقية. هيكون معانا زي ما عودناكم فريقين حيتنافسوا من أجل نيل هذه الجوائز، إذن الفريق الأخضر والفريق الأزرق. مباشرة خلونا نبدأ ونتعرف على أعضاء الفريق الأخضر. نتعرف عليك، اسمك؟ محمد عثمان حمزة. محمد عثمان حمزة، سنة كم؟ خامس. خامس. محمد جاهز للفوز؟ نعم. أكيد يا محمد؟ نعم. حتفوزوا أنت ولا حيفوزوا الفريق الأزرق؟ نحن. أكيد؟ نعم. تمام، تعرف عليك، اسمك؟ سليمان ياسر. سليمان. سليمان ياسر. سليمان شنو؟ محمد منو؟ محمد يوسف. محمد يوسف، سنة كم؟ رابع. رابع. سليمان جاهز؟ جاهز يا سليمان؟ أكيد؟ حتفوزوا أنت ولا الفريق الأزرق؟ أكيد أكيد؟ تمام، تعرف عليك؟ خليل صلاح. خليل منو؟ خالد منو؟ إسماعيل. إسماعيل منو؟ إسماعيل حمود. حمودي منو؟ حمود اسماعيل ثاني. تمام. خليل سنة كم يا خليل؟ رابع. رابع. جاهز للفوز؟ جاهز للفوز؟ تمام. اذا هكذا اعزائنا المشاهدين اتعرفنا على اعضاء الفريق الاخضر. نسمع تحية قوية للفريق الاخضر. اتعرفنا على اعضاء الفريق الاخضر، كلهم حماس، كلهم حيوية. نشوف الفريق الازرق، نبدأ معاك، واسمك؟ عبد الله. محمد عبد الله عبود. تمام. عبد الله سنة كم يا عبد الله؟ خامس. خامس. عبد الله، الفريق الأخضر قالوا هم فايزين. فايزين. نعم. رأيك شنو أنت في الكلام ده؟ نعم. هم حيفوزوا؟ نعم. حيفوزوا هم؟ نعم. ما أنتوا يعني؟ نعم. لا يعني هم يا أنتوا؟ اللي حيفوزوا منو؟ الفريق الأزرق. الفريق الأزرق حيفوز؟ أكيد يا عبد الله؟ نعم. ما حتغير رأيك؟ نعم. بعد شوية؟ نعم. تمام. تعرف عليك، اسمك؟ محمد بلل. محمد منو؟ محمد بلل. بلل؟ تمام. محمد سنة كم؟ رابع. رابع ولا خامس ولا سادس؟ انت رابع ولا خامس ولا سادس؟ رابع. اكيد ما حيكون خامس؟ تأكد؟ تأكد. بكرة اسمك منو؟ محمد حمد جلد. امبارح؟ محمد حمد جلد. طيب كويس. سنة كم؟ رابع. اكيد جاهز للفوز؟ نعم. الفريق الاخضر قالوا فايزين هم؟ نعم. اكيد. تمام، تعرف عليك، اسمك؟ مصطفى. تمام. مصطفى سنة كم؟ مصطفى. خامس. مصطفى جاهز للفوز؟ الفريق الاخضر قالوا الليله فايزين. فايزين خلاص يعني؟ ها ها. حتعمل شنو انت؟ اكيد حتنتقموا. نعم. طوالي. نعم. تمام، اذا نتعرفنا على اعضاء الفريق الازرق، نسمع لهم تحيه قويه للفريق الازرق. الفريق الازرق، الفريق الاخضر مباشره للجوله الاولى عشان نعرف مين اللي حيكون هو صاحب البداية. خلوكم معانا ماشيين وجايين. مرة تانية أعزائنا المشاهدين رجعنا لكم في برنامج هنبدأ الجولة الأولى مع الفريقين، الفريق الأخضر والفريق الأزرق. إذن جولتنا هي لعبة الكرات والسلة. عندنا مجموعة من الكرات داخل النطاطة خلفي تماما، وعندنا الزهلقانية. كل فريق المفروض انه هو ياخذ كورة من نفس لون الفريق، يطلع على الزهلقانية يرمي الكورة في السلة، ثم المتسابق الذي يليه والذي يليه. مدة المسابقة دقيقتين. مع بعض نبدأ هذه الجولة. أبدأ. وين التشجيع؟ ما سامعين التشجيع. التشجيع للفريقين. الفريق الأخضر انطلق مسرعا قبل الفريق الأخضر. إذا الفريق الأخضر انطلق مسرعا، وأول كرة للفريق الأخضر. الفريق الأزرق كمان انطلق مسرعا. الأزرق أسرع من الأخضر في هذه المرحلة. الأزرق ينطلق الثالث. الأخضر دقيقة. الأخضر أوقف. الأخضر أوقف.
الاخضر اوقف. الاخضر عنده كرة غير محسوبة، الاخضر هنحسبها له في النهاية. الاخضر عنده كرة غير محسوبة بسبب انه انطلق قبل ان يرمي الكرة في السلة. الازرق انطلق والزمن ماشي، الزمن ماشي. الازرق انطلق، انطلق الازرق. الاخضر كمان بيحاول انه يكون ضمن المنافسة. انطلق الاخضر، مضى نصف الزمن، مضى نصف الزمن. الاخضر انطلق، انطلق الاخضر. الازرق بيحاول انه يكون في المقدمة. 30 ثانية على النهاية، 30 ثانية على النهاية. حركة باراشوت طائرة للفريق الأخضر. سبعة، ستة، خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. انتهى الزمن، انتهى الزمن، انتهى الزمن. الكرة الأخيرة للفريق الأخضر غير محسوبة، وعنده كمان كرة غير محسوبة. خليكم معنا، هنمشي فاصل ونرجع نشوف عدد الكرات الصحيحة لكل فريق. يا أروع الهتافي، يا أروع الهتافي، يا أروع الهتافي. مرة ثانية أعزائنا المشاهدين، رجعنا في برنامج الجولة الأولى، انتهت، باقي نعرف مين هو الفريق الفائز. طبعا قبل المسابقة قلنا أنه الفريق الأخضر عنده كورتين غير صحيحة، كورة كانت بعد نهاية الزمن، وكورة كان انطلاق خاطئ من أحد اللاعبين. هنبدأ نحسب عدد الكور للفريق الأخضر. أول حاجة كورتين غير صحيحة، دي كورة ودي كورة ثانية. نبدأ نحسب مع بعض. الفريق الأخضر احسبوا معايا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذن الفريق الأخضر عنده ستة كور صحيحة. الفريق الأزرق اللي كانت جميع كوره صحيحة، نحسب مع الفريق الأزرق، عنده معايا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. إذن أعزائنا المشاهدين في كل مكان، الجولة الأولى للفريق الأزرق. جولة كانت سريعة، كانت حاسمة. الفريق الأزرق استطاع أن يفوز بفارق كرتين عن الفريق الأخضر. مباشرة حننتقل للجولة الثانية، لو فاز الفريق الأزرق أكيد حيكون هو صاحب البطولة، أما الفريق الأخضر لو فاز حنلجأ للعبة فاصلة. خلوكم معانا، ماشيين وجايين. يا أروع المتافي، يا أروع المتافي. مرة ثانية أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم في برنامج الجولة الأولى، انتهت لصالح الفريق الأزرق. لو فاز الفريق الأزرق أكيد حيكون هو البطل، أما الفريق الأخضر يمكن يتعادل، ما عارفين. حنبدأ لعبتنا الثانية وهي لعبة شدت. أكيد هي لعبة معروفة ولعبة شعبية جميلة جدا. ثلاثة من المتسابقين الفريق الأخضر، واحد من متسابق الفريق الأزرق. على الثلاثة المتسابقين من الفريق الأخضر دخول المنطقة الخضراء، وعلى الفريق الأزرق أو اللاعب الوحيد في الفريق الأزرق إنه هو يمنع الثلاثة من إنهم يصلوا هذه المنطقة. طبعا لو مسك أي واحد فيهم بيعتبر خاسر، لو أي واحد فيهم فك رجله من يده هيعتبر خاسر. أرفع رجلكم فوق، أبدوا. التجيع، وين التجيع، وين التجيع؟ واحد، واحد، واحد أخضر برا، اثنين أخضر برا،
ثلاثة أخضر برا. يا سلام يا سلام، تحية للفريق الأزرق، تحية صفقوا للفريق الأزرق، صفقوا للفريق الأزرق يا أخوانا، صفقوا للفريق الأزرق. الفريق الأزرق كان حارس منيع، منع الفريق الأخضر من أنه يجي في المنطقة الخضراء. إذا الفريق الأزرق كان فايز في الجولة الأولى. خلونا نشوف الجولة الثانية مع الفريق الأزرق لكن بعد الفاصل. يا أروع الهتافي، يا أروع الهتافي، يا أروع الهتافي. إذن أعزائنا المشاهدين، زي ما تابعنا مع بعض، الفريق الأزرق استطاع أنه هو يصد الهجوم الكاسر من الفريق الأخضر. الآن دور الفريق الأخضر عشان يصد هجوم الفريق الأزرق. الفريق الأزرق عليه أنه هو يوصل للمنطقة، والفريق الأخضر عليه أنه هو يصد هذا الهجوم. أرفع رجلكم فوق، أبدوا. التجيع وين؟ وين التجيع؟ وين التجيع؟ يا سلام يا سلام، تكتيك رهيب، تكتيك رهيب من الفريق الأزرق، تكتيك رهيب من الفريق الأزرق. واحد يشغل الحارس بالجهة اليمنى، اثنين اقتحموا المنطقة الزرقاء. إذا ثلاثة للفريق الأزرق ولا حاجة للفريق الأخضر. أصبحت النتيجة معروفة، أصبحت النتيجة منتهية، أصبحت النتيجة هي أنه الفريق الأزرق هو البطل. تحية للفريق الأزرق، تحية للفريق الأزرق. الفريق الأزرق فاز في جولتين متتاليتين. ألف ألف مبروك للفريق الأزرق، هارد لك، أو مرة تانية إن شاء الله للفريق الأخضر. أكيد حنسلم الجوائز لكن بعد الفاصل. مرة تانية أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم في برنامج. قبل ما نوزع الجوائز أكيد عندنا سؤال لجمهور الفريق الأزرق، وكمان عندنا سؤال لكم أنتم في المنازل. نبدأ مع سؤال الجمهور للفريق الأزرق. سؤالنا لكم سؤال واحد، أسرع واحد حيجاوب هو اللي حيكون فايز. السؤال بيقول: كم عدد أنواع الجمل؟ كم عدد أنواع الجمل؟ ثلاثة. ها تاني نسمع إجابة تانية. خمسة. أها. أربعة. تسعة. اثنين. أها تاني. أربعة. طيب حلو جدا. تعال تعال، اسمك منو أنت؟ منو؟ يوسف. يوسف، أنت قلت اثنين، على أي أساس؟ عارفهم ولا قلت اثنين بس؟ هل هم شنو؟ شنو؟ اللي هم شنو الاثنين؟ ما عارفهم صح؟ ولا عارفهم؟ ورب رمية من غير رامي. هم فعلا اثنين، جملة اسمية وجملة فعلية. هو ما عارف ان هم جملة فعلية وجملة اسمية، لكن عارف ان هو اثنين. حسين صح؟ اسمك حسين؟ بالله نسمع له تحية، ادوه تحية، ادوه تحية يا اخوان، ادوه تحية لحسين. تحية لحسين، تحية لحسين. حسين انت كمان فزت معانا يا حسين، خليك واقف مع الفريق الازرق هنا يا حسين عشان تستلم جائزتك. طيب ارجع كده شوية عشان نشوف الفريق الازرق عنده أربعة جوائز. سؤالكم في البيت، سؤالنا بيقول: من هو أول من أسلم من الصبيان؟ من هو أول من أسلم من الصبيان؟ إذا للمشاركة في هذا السؤال والإجابة عليه، كل المطلوب منكم تدخلوا فيسبوك، تكتبوا صفحة منتزه بري العائلي، الصفحة الرسمية، هتلاقوا السؤال، جاوبوا على السؤال، وإن شاء الله الأسبوع الجاي حيكون معانا فائز واحد هو اللي حيكون سعيد الحظ. السؤال مرة ثانية: من هو أول من أسلم من الصبيان؟ تحية قوية للفريق الأزرق، أدوا تحية، أدوا تحية للفريق الأزرق. ألف ألف مبروك. تفضل حسين، أنت كنت الفائز من جمهور الفريق الأزرق. هنا تفضل تفضل تفضل.
كل هذه الجوائز طبعا مقدمة من شركة مروج للسلع الغذائية. هكذا أعزائنا المشاهدين بدأت هذه الحلقة، وهكذا انتهت هذه الحلقة. إلى الحلقة القادمة، أستودعكم الله وإلى اللقاء.